بنرجع تاني لكل مشاهدينا، بنكمل فقرات نهارك سعيد. وهنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، هو حقوق الملكية الفكرية. يمكن بيتم دلوقتي تطبيقها على مستوى العالم، لكن بيقال ان يعني الدول النامية هتكون من اكتر الدول اللي هتبقى متضررة من تطبيق هذا القانون. وطبعا ده من اول الاغنية والفيلم بالزبط. لغاية الكتاب والاختراع والمنتجات اللي بتتباع في الاسواق. بالظبط، يعني ملكية الحقوق الفكرية ده قانون مهم جدا، زي ما قلنا من بداية الأغنية لغاية الكتاب لغاية الاختراعات وأي منتج أيا كان. بس أهم شيء في الموضوع هو تفعيل القانون. القانون موجود بس أهم شيء تفعيله. هما بيقولوا إن الدول النامية مش مهتمة بيه، يمكن دول شرق آسيا ابتدت تهتم بيه الفترة اللي فاتت. عشان كده معانا ضيف مهم جدا، هو طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي لحقوق الملكية الفكرية. نهار حضرتك سعيد يا فندم. نهار حضرتك سعيد. نهاركم أسعد. كثير حضرتك. حضرتك فلسطيني. ولدت في يافا، نعم، من 70 سنة. حضرتك نورنا وقلبنا مع كل اهل غزه. فعايزين في البدايه حضرتك تفهمنا اكتر عن قانون الملكيه الفكريه وتفعيله ليه مش يعني مش متفاعل قوي هنا او فيه. مش بيطبق. يعني انا اريد ان اخفف من جلد النفس، لان قوانين الملكيه الفكريه صحيح قديمه، ما اكثر من اول اتفاقيه 200 سنه، ولكن الوطن العربي كله خرج من الاستعمار منذ عقود قليلة، يعني ما فيش أكثر من 50 سنة. فنحن دول حديثة النمو. مع ذلك أنا من خلال مسيرتي وعلاقتي في جميع الدول العربية دون استثناء، حيث مكاتبنا موجودة ونعمل يوميا مع الهيئات الحكومية، هنالك تشريعات جيدة، هنالك إجراءات تنفيذ جيدة، هناك محاولات لتفعيل التنفيذ، وهذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى الكثير من الإجراءات الإضافية، وهناك مشكلة في القضاء. القضاء هو بالنهاية ما يحسم حقوق الملكية الفكرية، والقضاء في أغلب الدول العقوبة فيه لا تتناسب مع الجرم. فإذا كان جرم المخالفة يعاقب عليه بما لا يزيد عن 10,000 جنيه مثلا، وأنا أستطيع من خلال المخالفة أن أكسب 10 مليون، فما في مشكلة. خليني أتغرم عشان السجن ما فيش عقوبات. العقوبات لا يجوز أن تكون لها حد أقصى، يجب أن تكون العقوبة على قدر الضرر، وهذا يجب أن يعدل في جميع التشريعات العربية، بحيث أن تكون العقوبة متناسبة مع الضرر الناتج على صاحب الحقوق. إنما بشكل عام دول آسيا الشرقية التي تكلمت عنها، شرق آسيا، شرق آسيا بالعكس هي المتسببة في المخالفات على الملكية الفكرية. يعني كل ما يأتينا من بضائع مزورة نحن لا نصنعه، هو يسوق علينا. الهندسة العكسية، الهندسة صح اللي هم من خلال ما يسمى بالريفرس انجينيرينج. الريفرس انجينيرينج كان مسموحا قبل اتفاقية التريبس. الآن باتفاقية تريبس والتي انضمت إلى كل الدول العربية منع الريفرس انجينيرينج، وأصبح الحماية، شو مقصود بالهندسة العكسية؟ أن الحماية هي للمنتج وليس للطريقة. أي أنني أستطيع أن أنتج نفس هذا المنتج بطريقة أخرى وسمي أي اسم تاني، وأسميه أي اسم وأحتكر ملكيته، باعتبار أنني أخذ المنتج أحلله، أعرف ما هي مكوناته وأصنعه بطريقة خاصة. هذا الهندسة العكسية، هذه منعت. وأنا لا أرى في مشكلة في المنطقة العربية، إذا في مشكلة في المنطقة هي في إسرائيل. ده زي طبعا ما كان بيحصل كتير قوي في يعني مشاكل كتير في التكنولوجيا والكمبيوترز وبيقلدوا ده في جنوب شرق آسيا. احنا معانا بعد إذن حضرتك تليفون من مايكل. ألو. ألو مايكل، نهارك سعيد. نهارك سعيد. ازيك يا رون؟ أهلا بيك. ازيك يا تامر؟ ازيك يا مايكل؟ كل سنة وأنت طيب. ميرسي، ربنا يخليك. أنا بصراحة عايز أشكركم كتير قوي على المصداقية بتاعت البرنامج بتاعكم، ومدى الاستفادة اللي احنا بنستفادها من التمارين وبقية الفقرات بتاعتكم. بصراحه انا يعني ما كنتش مصدق ان انا ممكن اتصل واتكلم وكده، انا كنت فاكر في الاول ان كل دي حاجات بتحصل من كنترول، بس بجد انتوا البرنامج بتاعكم هايل جدا وفظيع جدا. ميرسي يا مايكل. انا كنت عايز ارحب بالضيف اللي معاكم. انا كنت عايز سؤالي بس سؤال صغير خالص، ان انا لو كنت انا عامل مشروع قبل كده وحد مثلا خطفه مني او خده مني بطريقه غير مباشره ونفذه هو، ايه الحل اللي انا ممكن اعمله او الاجراء اللي انا ممكن اعمله في المشكله دي؟
اوكي يعني لازم يكون السؤال محدد. اه طلال لازم تقول ايه طبيعه المشروع بتاعك؟ يعني هل هو مثلا كان اختراع انت عامله؟ اه هو عباره عن كان مشروع تخرج عن صيدليه وكان في دكتور خده مننا وبعد كده هو نفذه في حته ثانيه. يعني هو منتج دوائي؟ منتج دوائي؟ خلطه من منتج دوائي. منتج دوائي يعني حاجه كيميكال تركيبه. كيميكال. هنالك حمايه شديده. ميرسي مايكل. هنالك سؤال جيد، هنالك حمايه جديده للمنتجات شديده للمنتجات خصوصا الدوائيه. لان الاستثمار في البحث والتطوير في صنع بعض الادويه الى ان تصبح قابله للتسويق يصل مرات إلى عشرة إلى مئات الملايين بل المليارات. فبالتالي هذا الاستثمار لا يجوز أن يكون بدون حماية. الحماية هنا لها جانب وجهتين نظر. في أولا خلاف بين أمريكا من جهة والدول الأوروبية والغرب والعالم الآخر من جهة أخرى حول هل الحماية هي لمن يخترع أولا أو لمن يسجل أولا. فإذا إذا أنت اخترعت اختراعا صناعيا وكان في نفس الوقت، لأن الاختراعات تسير بطرق متوازية في كل وقت وفي كل مكان، ففي الوقت الذي أعمل فيه أنا بحثا هنالك جهات كثيرة أخرى تعمل أبحاث، فمن يصل إلى المنتج أو المخترع أو الإبداع عليه أن يباشر فورا بتسجيله. لازم يسرع بالتسجيل لأن هي لدى الجهة المعنية بتسجيل الاختراعات لكي يأخذ حق الأولوية. الأولوية مهمة جدا. إذا كان هو، أنا ردا على سؤالك، إذا كان هو أودع اختراعه قبلك سيتوجب عليك أن تثبت، وهي صعبة، أنك أنت توصلت إلى هذا الاختراع قبله. فبالتالي المهم جدا لك ولكل مخترعين من أمثالك أن يدركوا أن الحرص في فترة الإبداع أو التطوير على السرية، ومن ثم تسجيل الاختراع بأقرب وقت ممكن لتأخذ حق الأولوية.